سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة المشاهدين والمتابعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأمني أمن الوطن. سنناقش في حلقتنا لهذه الليلة العديد من الأحداث والنجاحات الأمنية التي حققتها العيون الساهرة خلال الأسبوع الماضي، فكونوا معنا. حرصاً من وزارة الداخلية بالجمهورية اليمنية لتعزيز بيئة عمل توفر الخدمات بصورة سهلة وميسرة وإيجاد بيئة تقنية متوافقة مع رؤية الوزارة وتسهل عملية التواصل الخارجي مع المواطنين والتواصل الداخلي لمنتسبيها، عملت الوزارة على تطوير العمل في البوابة الإلكترونية عبر إنشاء خدمات جديدة ونوافذ موحدة تخدم احتياجات الزوار من المواطنين وتطلعات منتسبي الوزارة. تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطوير البوابة من خلال عكس هوية الوزارة في تصميم تفاعلي أكثر ديناميكية يواكب العصر عن طريق توفير أحدث التقنيات لتصبح أكثر تنظيما ومرونة وتوفير الوقت للوصول السريع للخدمات وفق الأجهزة المتاحة للمستخدمين. ويجري العمل على تطوير البوابة لتضم جميع الخدمات التي تقدمها مصالح وفروع الوزارة بالمحافظات التي تخدم المواطن في الداخل والخارج وكذا الوافدين والزوار لبلادنا. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة القضايا المستجدة أمام المجلس لعام 2023 وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس. وثمن وزير الداخلية وأعضاء المجلس توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الأمن والجيش وموظفي الدولة. كما أقر المجلس ترقية وتسوية أوضاع أكثر من 3287 ضابط وأكثر من 72,000 صف ضابط وفرد من منتسب الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في أعمال إرهابية مع الميليشيا الإنقلابية، حيث سيسهم هذا القرار في معالجة أوضاع كثير من كوادر وقيادات وزارة الداخلية. كما أقر المجلس ترقية وتسوية أوضاع المترقيين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية. واستعرض المجلس بحضور أعضائه القرارات والتوصيات الواردة بالمحضر السابق خلال اجتماعات المجلس المنعقدة في العام 2023 ومستوى تنفيذها بالإضافة إلى القضايا المحالة للمجلس. الأمن والشرطة في خدمة المواطن. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن.
حالات الابتزاز الإلكتروني وتزايدها على نطاق واسع ووجود وحدة خاصة بالابتزاز الإلكتروني تم إنشاؤها منذ بداية هذا العام في أمن مديرية المكلا. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده لنا الزملاء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. مع تقدم التكنولوجيا تتزايد أشكال الجريمة عبر الإنترنت، ومن ضمنها الابتزاز الإلكتروني الذي يقصد به المطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص أو الشركات عبر تهديد بنشر أمور خاصة أو بيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولأن هذا الانتشار في استخدام الإنترنت عبر الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب في اليمن لم يرافقه استحداث قوانين وتشريعات، وبالتالي ضعف ضبط المبتزين أدى ذلك إلى تمادي الكثير منهم وانتشار جريمة الابتزاز الرقمي بشكل واسع. إدارة أمن مديرية المكلا تنبهت لهذا الأمر، فأنشأت وحدة خاصة باستقبال شكاوى الابتزاز ومحاولة إيجاد نوع من الدعم الفني والنفسي لمن يتعرضون لهذا النوع من الجرائم، رغم التعقيدات التي خلفها غياب التشريعات القانونية المعنية بالجرائم الإلكترونية. وحدة الابتزاز الإلكتروني طبعاً كان فكرتها إنه نحن نحاول نقلص ونعالج أكبر عدد من المشاكل الموجودة في المجتمع، لأنه كثرة مشاكل الابتزاز، كثرة الشكاوى. وطبعاً أنا كنت شغالة سابقاً في المركز الإرشادي لأمن المعلومات في قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية، فهذا القسم كان يتلقى جداً شكاوي بلاغات، لكن ما عندهم صفة قانونية إنهم يتلقون هذه البلاغات. عشان كده جت الفكرة إنه نعمل قسم هنا في الأمن تلقي البلاغات بصورة قانونية، وأيضاً من ناحية ثانية معالجة هذه المشاكل. رغم عمر وحدة الابتزاز الإلكتروني الذي لا يتجاوز 7 أشهر، إلا أن حجم البلاغات والشكاوى التي وصلت إلى أعضاء الوحدة تدل على مدى الحاجة لزيادة الوعي بأهمية حفاظ الأفراد على أمنهم الرقمي حتى لا يقعون ضحايا للابتزاز الإلكتروني الذي يخلف مشاكل اجتماعية تضر بتماسك أفراد الأسرة. الوحدة ما يقارب حالياً 40، اللي هي 40 بلاغ مقيد، لكن بما يتعلق بالشكاوي، الشكاوي جداً كثيرة، ما يقارب في اليوم 2 أو 3 شكاوي عبر الجوال غير الشكاوي اللي هي تكون مكتوبة. هذا معدل يعتبر جداً خطير، ولابد من أنه المجتمع يتكافل والجهات الأمنية في أنه نعمل حل يقلص هذا المعدل من انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. لا زالت وحدة الابتزاز الإلكتروني تتلمس خطواتها الأولى، فالإمكانيات ضعيفة ولا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها بشكل يومي، خاصة بقلة عدد الخبراء المتمكنين من التعامل في هذا الجانب. يعمل فريق وحدة الابتزاز الإلكتروني في أمن مديرية المكلا على تشجيع العمل الطوعي والنزول الميداني لرفع وعي طالبات المدارس والجامعات بالقيام بحملات توعوية دورية وتمكين الفتيات من التعامل مع المخاطر التي قد تواجههن أثناء استخدامهن الإنترنت. التحديات اللي تواجهنا أول شيء ضعف الإمكانيات، ما عندنا قسم خاص، مكتب خاص مباشر فيه القضايا، باعتباره أنه هذا القسم مهم جداً ومحتاج كادر مؤهل. أيضاً ضعف الإمكانيات من ناحية التقنية، أنه محتاجين صراحة الطاقم يتأهل تقنياً لمواجهة الجرائم الإلكترونية، لأنه كثير من حالات الابتزاز تحصل من مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، فهذا تحتاج إلى خبير تقني. نحن عندنا خبير تقني، لكن من الأفضل أنه الكادر يتأهل من ناحية التقنية. وترى عضو الوحدة فاطمة الكسادي أن بمرور الوقت يمكن للأهالي أن يكونوا أكثر وعياً وشجاعة في فضح المبتزين، لكنها تؤكد أن الطريق لا زال طويلاً وتدعو إلى مزيد من تكاتف المؤسسات الاجتماعية الفاعلة لنشر الوعي بأهمية السلامة الرقمية وحماية النساء خاصة من الابتزاز الرقمي.
يمكن أن تكون وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني في أمن مديرية المكلا نموذجاً جيداً وخطوة أولى سيتبعها العديد من الخطوات، ليس في حضرموت وحدها وإنما في كافة أرجاء اليمن. مئات الأرواح تزهق سنوياً بسبب الحوادث المرورية، مئات الأشخاص يتعرضون للإصابات المعيقة وغير المعيقة، إضافة إلى خسائر مادية لا حصر لها في الممتلكات العامة والخاصة. سجل العام 2022 ميلادية إحصائيات مؤسفة للغاية في 12 محافظة يمنية محررة، منها 1746 حادث تصادم بين مركبة وأخرى، 230 حادث انقلاب مركبة، 471 حادث دهس، 29 حادث سقوط من فوق مركبة، 17 حادث هرولة المركبات وارتطامها. تسببت هذه الحوادث بحوالي 357 حالة وفاة و 1822 حالة إصابة متنوعة. تنوعت الخسائر بين شباب وشيوخ ونساء وحتى الأطفال، فيما قدرت الخسائر المالية بنحو 1,500,000,000 ريال. وبمقارنة بين العامين الماضيين 2021-2022 فمعدل الخسائر البشرية ارتفع إلى، أما الخسائر المادية بلغ معدلها أحباب وأصدقاء وأعزاء كثر نفقدهم في لحظات مرعبة وموجعة وبأسباب متعددة يمكن تفاديها. فالتقارير تشير إلى 99% من هذه الحوادث المرورية سببها الأخطاء البشرية، ومعظم السائقين يواصلون ارتكاب نفس الأخطاء على الطريق. ومن واجبنا أن نلتزم بقواعد وإرشادات شرطة السير، وأن نحافظ على أنفسنا ومجتمعنا من الحوادث القاتلة. لم تترك ميليشيا الموت والدمار والإجرام الحوثية شيئا جميلا في اليمن إلا وأقدمت على تشويهه والعبث به بل وتدميره. من تلك الجرائم المأساوية والفظيعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية كل يوم، امتهانها لكرامة المرأة اليمنية وإحراقها في مستنقعاتها التدميرية والدموية. نالت المرأة في اليمن ألوان الويلات من جرائم ميليشيا الحوثي التابعة للنظام الإيراني، وتنوعت جرائمهم التي طالتها، فجرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيا الانقلاب طالت كل اليمنيين، لم تنجو المرأة من جرائم القتل الممنهج باستهداف المدن والأحياء السكنية التي ضربتها بالصواريخ ومختلف الأسلحة الثقيلة، والألغام المحرمة دوليا غرست في كل مكان من قبل الحوثيين بصور وأشكال عشوائية. فالكثير من النساء والفتيات حصدت الألغام أرواحهن الطاهرة ومزقت أجسادهن وبترت الأطراف، وهناك قصص وحكايات مروعة في هذا المضمار. إن العناصر الإجرامية الحوثية الإرهابية الكهنوتية ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين والمرأة اليمنية، وخضبت أياديها الخبيثة بالدماء الطاهرة للمرأة اليمنية عن سبق إصرار وترصد بالقنص المباشر ودون ما خجل وبدم بارد، وبصورة مباشرة ومتكررة باستهداف الضحايا من النساء بمقتل. وكثير من النساء وقعن ضحايا لهذا اللون من جرائم الحرب الحوثية. لم تقتصر ميليشيا الحوثية عن استهداف المرأة بجرائم الحرب تلك وحسب، فالكثير منهن تعرضن لجرائم الاعتقال والسجن والتعذيب حتى الموت. وأبشع ما ترتكبه تلك العناصر من جرائم الاعتداء والاختطاف والاغتصاب والإخفاء القسري أفضت معظمها إلى الموت والانتحار.
كما أن المرأة تعرضت للآثار والتبعات النفسية والاجتماعية لانقلاب ميليشيا الحوثي وحربها اللعينة وفرضها الحصار وقطع السبل وما نجم عن تلك الحرب والأعمال الإجرامية من آثار بشرية ومادية وتبعات وانتهاكات للحقوق والحريات العامة والخاصة والتدمير الممنهج للاقتصاد ومصادر الدخل. فنال المرأة الضرر في مختلف جوانب الحياة المعيشية بشكل مباشر وتحملت أعباء ومسؤوليات المعيل في كثير من الأسر التي قتل معيلها في حرب الميليشيا أو أخفي قسرا أو وقع في سجون العصابة بصور شتى، كما عانت وتعاني من ويلات الحرب وتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. ووقعت المرأة تحت طائلة التشرد والتهجير القسري وحرمت من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة والحياة الكريمة وحقها في الحياة والصحة والسلامة البدنية والنفسية، وحرمت من حرية التعبير والاعتقاد والرأي وإقامة الشعائر الدينية. إلى كل هؤلاء الذين يعتبرون تفجير الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والإعلاميين ورجال الأمن أنه تقرب بل إجرام وإرهاب لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام، معا ضد الإرهاب. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. مع تقلب الأجواء التي تشهدها معظم المحافظات اليمنية هذه الأيام والتغيرات المناخية وما تخلفها من أضرار مادية وبشرية في حياة الفرد والمجتمع، تقع المسؤولية الكبيرة على عاتق الدفاع المدني ومنتسبيه في مواجهة الأخطار والتحديات التي تخلفها التغيرات المناخية والعمل على إنقاذ حياة وأرواح المواطنين. حارقة بحرارتها تارة وغارقة بسيولها تارة أخرى، هكذا حال الكثير من مدن وادي وصحراء حضرموت، ظواهر طبيعية لم نشهدها من قبل يسميها الخبراء بالتغير المناخي. التغيرات المناخية التي تضرب المنطقة حاليا يتشدق عدد من العلماء بأنها حدث نادر وجديد، ولكن نحن كمسلمين لدينا نبوة قبل 1400 سنة لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. تشمل هذه التغيرات من العواصف المطرية والرعدية الفيضانات، بالإضافة إلى العواصف التي تتكون على سواحل محافظة حضرموت. في معدل سابق ودراسات أخرى وجدوا أنه قبل 30 سنة كان سنويا إعصار واحد، في الفترة الحالية العشر سنوات الأخيرة بعد إعصار شبالة أصبح معدل التكرار السنوي ما بين 5 إلى 6 حالات مدارية سنويا في موسم الأعاصير. زيد إلى ذلك أن ارتفاع معدلات الرطوبة مع الاحترار المناخي في منطقة حوض البحر العربي والمحيط الهندي أدت إلى ارتفاع وتيرة معدلات الأمطار في مناطق الوادي والصحراء، الأمر اللي يسبب فيضانات قد تؤثر على صحة السكان وسلامتهم، بالإضافة إلى مباني السكنية نتيجة لكونها مباني ترابية. تمثل التغيرات المناخية التحدي الأكبر الذي تواجهه مصلحة الدفاع المدني، كونه يفرض عليها تحديات غير مسبوقة، ففي حين تضرب الدول الأوروبية موجات ارتفاع الحرارة وما يرافقها من حرائق ووفيات نتيجة الإجهاد الحراري لضربات الشمس، تواجه دول منطقة الشرق الأوسط ومنها اليمن موجات ممطرة غير معهودة، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة. طبعا تم تحديد دور الدفاع المدني في القانون رقم 24 لعام 1997 والذي يتمثل في مواجهة الكوارث الطبيعية والعامة لحماية المجتمع. في الفترة هذه مثلا
في خلال السنتين أو زايد هكذا. طبعا التغييرات المناخية تعتبر غير المعتادة اللي كنا معتادين عليها في الوادي خاصة وفي حضرموت. ازدادت الأمطار والسيول، ولكن الحمد لله بإمكانياتنا البسيطة المتواضعة قدرنا نعمل شيء، نعمل من السلطة المحلية وقيادة الوزارة والمجتمع بشكل عام، قيادة المجتمعية المساعدة، تقديم المساعدة بقدر الإمكان. دور الدفاع المدني في مواجهة هذه الحالات بالإضافة للاستعداد والجاهزية، نسعى لتوفير بعض المنظومات، منها حاليا نعمل ما بشراكة مع اليونسكو على تأسيس شبكة إنذار ستكون هي العمود الفقري لكامل الوادي، تبدأ من مديرية شبام كمنطقة تاريخية بحكم اهتمام منظمة اليونسكو ومجال عملها، ولكن سيكون منظومة الأبراج المركبة لها ستدعم في مد الشبكة إلى كامل مديريات الوادي والصحراء. تمضي مصلحة الدفاع المدني فرع وادي وصحراء حضرموت قدماً في تقديم خدماتها للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المتاحة، كل ذلك طموح للأفضل واستعداد للأسوأ. يشهد العالم تغيرات مناخية غير مسبوقة، ما يجعل التحدي أكبر لمواجهتها من قبل مصلحة الدفاع المدني أشرس وأعتى، حيث تسعى جاهدة لمواجهة هذه التغيرات بالإمكانيات المتاحة. لبرنامج أمن الوطن، أحمد بارجاء، سيئون. ألو مرحبا، وعليكم السلام. نعم، حريق في شارع المستشفى، سيارة هاي لبس. أيوة يا 75 واحد، حريق في ساحة المستشفى، سيارة. أما في فقرتنا التالية والخاصة إخوة المشاهدين والمتابعين، والتي نخصصها في نافذة على القانون، نتعرف سويا في نافذتنا لحلقتنا لهذه الليلة على حقوق وواجبات المواطن. قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1993، الباب الثاني، المبادئ والمهام الأساسية. نظراً لأهمية الإجراءات الجزائية وارتباطها بتحقيق العدالة وإنفاذ القانون عبر مراحله المختلفة، جمع الاستدلالات، التحقيق، مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام، ولحساسية إجراءاتها الجزائية الماسة بالحقوق والحريات وانطوائها على الكثير من الإجراءات المقيدة للحريات والمعرقلة للتمتع بالحقوق، إذ نظم هذا الباب الموائمة بين إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتكريس وحماية الحقوق والحريات. القواعد والمبادئ القانونية: المسؤولية الجزائية شخصية، الأصل في الإنسان البراءة، يفسر الشك لمصلحة المتهم، الناس سواسية أمام القانون، ما بني على باطل فهو باطل، أصل الأفعال الإباحة، الجريمة ما جرمها القانون بنص، الحريات الأصل وتقييد القانون استثناء، الحقوق والحريات مكفولة بالقانون، الإرادة الإنسانية حرة وشخصية، العدالة موقوفة بالاختصاصية المهنية. تكريس وحماية الحقوق والحريات: الحريات العامة، الحق بالحياة، السلامة الشخصية البدنية والنفسية، الحرية الشخصية، حرية الحياة الخاصة، حرمة المساكن، سرية وحرمة المراسلات، حرية التنقل، حرية التقاضي والحق بالعدالة، حرية التعبير،
حرية المعتقد، حق الدفاع والأمن، الإجراءات الماسة المنتهكة للحقوق والحريات عند خروجها عن ضوابط القانون، الاتهام والإحضار، تقييد الحرية، القبض، الاعتقال، التحقيق، الحجز، الحبس، السجن، المساءلة الجنائية والجزائية، الإكراه، انتزاع الاعتراف والإجبار على الشهادة، تعريض الحياة للخطر، التعذيب، المعاملة بطريقة غير إنسانية، الأذى البدني والنفسي والمعنوي، تعريض الحياة للخطر، التسليم لسلطة أجنبية، التعرض للرقابة والتفتيش الشخصي، الرقابة والتفتيش للمساكن، تعريض المراسلات للرقابة أو التفتيش أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها، المساس بحرية الحياة الخاصة. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأمني أمن الوطن. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة، آملين بحول الله أن نلقاكم في حلقة جديدة مع مواضيع وأحداث أمنية جديدة. حتى ذلكم الحين تقبلوا خالص تحياتي وطاقم فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.